فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اشتريت بقرة عقيقة لابني، فهل يجوز أن أجعل جزءا منها من هذه العقيقة في وليمة زواج أخي، ويكون هذا الجزء بنية العقيقة؟ إذا ذبحت بعير ولا بقرة على أن عقيقة تكون كلها عقيقة، البقرة كلها عقيقة، البعير كله عقيقة، ما يصير سبع عقائق أو مثل سبع أضاحي، لا، البقرة عن عقيقة واحدة والبعير عن عقيقة واحدة خلاف الأضحية. وإذا ذبحتها على أنها عقيقة في بيتك وقدمتها للضيوف أو لأقاربك أو لجيرانك فلا بأس بذلك. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.